ازيك اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكون على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. موضوع حلقتنا النهارده ان شاء الله هتكون عن الرومي. بس قبل ما ابدا الفيديو صلوا على النبي يا جماعه، وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة لو انتوا كنتوا لسه بتشوفوها لأول مرة. فما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم، ويتابعوا معايا الفيديو للآخر. عشان لسه طالع من على السلم، كنت بجيب مية للطيور فعمال بنهك شوية. بس يا جماعة انا هتكلم عن الرومي عموما من اول ما يطلع من البيضة لحد لما يبدأ يشتغل، عشان برضو اعرفكم الاسهار واعرفكم حاجات كتير اوي في الفيديو ده. عشان كده محدش ينسى اللايك على الفيديو. تمام، انا عندي هنا ما شاء الله الفرختين راقدين، عندي دي وعندي دي وعندي دي راقده بتبيض. تمام، ودول اللي على السطح حاليا. الفرخه دي باضت النهارده والحمد لله، الديك فيه تخصيبه الحمد لله، اللهم لك الحمد، وبدا يطلع لي منه انتاج زي ما انتم شفتوا كده في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، بس انا هتكلم عن الرومي عموما، مش كرومي احمر تركي. بس انا هقول لكم برضو انا جايب الاحمر التركي ليه، عشان برضو تبقوا فاهمين معايا الدنيا ماشيه ازاي. الرومي الاحمر التركي يعتبر من اغلى انواع الرومي حاليا. تمام، ده اغلى نوع في انواع الرومي حاليا، لان الكتكوت طالع من البيضه من عمر يوم لعمر 10 ايام عامل من 120 لمية وخمسين. طبعا هو اغلى من كده، والمفروض من 150 لمية وتمانين عند ناس كتير جدا، بس انا بتكلم عليا انا عموما. وحاليا ما عنديش انتاج لان الفراخ راقده زي ما انتوا عارفين. تمام، الانتاج اللي طلع انا ربيته لنفسي، فالانتاج الجاي ان شاء الله دوت اللي هبدا افتح منه للبيع. فهو الرومي التركي يعتبر حاليا من اغلى انواع الرومي اللي هو الاحمر تحديدا. طبعا السيلفر برضو يعتبر كذلك، بس السيلفر انا مش عارف اجيبه، يعني ان شاء الله لو قدرت ان انا اوفر نتايه ولا حاجه هجيب، مش هتاخر، بس انا حاليا مش عارف ان انا اجيبه. فاللي متوفر عندي، عندي الرومي البلدي وعندي البرونزي وعندي التركي الحمد لله. يعني اهو البلدي والتركي والبرونزي. تمام، الابيض مش مستحب قوي في التربيه، لان في ناس بتخاف تشتري لسببين. اول سبب بتخاف ان هو يطلع زي الرومي اللي هو التهجين عام، اللي هو الرومي التسمين، وده بيطول قوي في حكايه، هو بيبيض بس بيطول قوي. هو مش عقيم يا جماعه على فكره، عشان تكونوا عارفين، لان الناس اللي بتقول عقيم ما هوش عقيم خالص، لان لو عقيم مش هيبقى في انتاج اصلا، مش هيبقى في كتكوت عموما. فهو مش عقيم، هو شغال عادي، بس مشكلته ان هو بيقعد بيعدي السنوي، لانه ضمن الرومي اللي بيشيل وزن عالي، وكمان هو يعتبر معدل جينيا، يعني في كده لعب في الجينات بتاعته هي اللي بتخليه يشيل وزن عالي قوي كده. لكن هو كشغل النوتيه بتبيض والديوك بتكسر، ما فيش اي مشكله، بس بيطول قوي. انا الحمد لله بفضل الله الرومي ده باض معايا على 7 شهور تركي. تمام، عندي الفرخه دي باضت على 6 شهور زي ما انتوا عارفين، دي من انتاج انا، بس طبعا انا بخاف منها. عندي الفرخه دي باضت معايا على 7 شهور ما شاء الله، بس كان للاسف بيضها فاضي لان كان الديك لسه صغير. طبعا انتوا عارفين، الناس اللي كانت متابعه معايا عارفه الكلام ده. تمام، الرومي يا جماعه مش هيشيل معاكم وزن زي ما انتم متخيلين، ان الرومي انتم مجرد ما بتدوروا عليه ان هو بيشيل وزن. الرومي بيقعد اول 3 شهور في حياته يبني الهيكل بتاعه، يعني ما بيبنيش لحم او ما بيرميش لحم في اول فتره في حياته، بالعكس الرومي بيقعد يبني في الهيكل اللي هو العظم بتاعه اول 3 شهور في حياته. عشان كده بيبقى محتاج لبروتين عالي زي العلف. طبعا احنا بنزود البروتين ده بالبيض وبحاجات كتير جدا، وبالفول الصويا وحاجات كده في الاكل بتاعته، علشان يبني الهيكل بتاعه صح وما يطولش معاه. فهو الرومي هيبدا يشيل معاكوا وزن من بعد ال4 شهور، يعني ممكن تلاقوا عندكوا ديك 4 شهور وزنه 2 كيلو او كيلو ونص. عشان بس في ناس كتير قوي تقول انا جايب الرومي والرومي عنده فوق ال4 شهور والديك معرفش قد ايه والكلام ده. الرومي ما بيشيلش وزن غير في بعد مرحله بناء الهيكل بتاعه، اللي هو العظم بتاعه يبدا ان هو يتاسس الاول. فالرومي بيأسس عظمه وبعد كده يرمي لحم، عشان دي حاجه بس نكون متفقين عليها، عشان اتسالت في الموضوع ده كتير قوي،
ان الروم ما بيشيلش وزن، او الروم هيشيل وزن بس بعد ما يعدي ال4 شهور، هيبدأ بقى كل شهر ليه هيبدأ يشيل معدل وزن معين. انا معرفش اقسم بالله الديك بتاعي ده وزنه قد ايه، بس هو يعدي ال7 كيلو من بدري، بس انا معرفش. هبقى اعمل لكم فيديو برضو وانا بوزن الديك ده عشان نشوف الروم التركي بيوصل اوزانه لحد ايه، اذا كان في الديوك او في الفراخ. تمام. فهو الفرق بين الرومي التركي بالنسبة لي والرومي التاني الاسود او الرومي العادي بتاعنا هو سعر الكتكوت. تمام. هي دي رقدة على بيضة الفرخة التركي الحمراء اللي على السطح ده، هي بتبيض عليه. تمام. بس ان شاء الله يعني قريب قريب بامرك يا رب يكون في انتاج منهم ان شاء الله. يعني انا متفائل خير بصراحة في ان ربنا يعوضني ان شاء الله عن انتاج اول اللي كان حصل عندي عمان، ان انا اطلع لي 4 كتاكيت وكده. فهو انا مربي الاحمر كمشروع، بس طبعا اكيد لو لزم الامر هسيب منه للبيت عندي يعني عادي. ما كانوا دي كان زي ما انتوا عارفين خدت واحد للبيت عندي كان موال كده. فهو الرومي ده غالي، كتكوت تقريبا التاني عامل حدود 60 70، انا ما اعرفش ومش متابع اسعار الكتاكيت حاليا عامله ايه، بس انا كنت شفت فيديو للسوق كده قريب. كانت في السوق بيقول ان الكتكوت عامل من 60 ل70 جنيه في الرومي اللي هو الاسود العادي عمر اسبوع. فحاليا انا مش متابع الاسعار لاني انا حاليا ما عنديش حاجه ببيعها، فاول ما بيكون عندي حاجه ببيعها ببدا ان انا اتابع الاسعار واشوف الدنيا عامله ازاي. البطه المسكوفي النهارده في المعمل عمر يوم عامله 65 جنيه، يعني المفروض انا لو عندي انتاج من اللي عندي خليط مسكوفي دوت البطة ابيعها على 50 جنيه ولا حاجة. بس طبعا انا برضو عندي النوتي حاليا بيتجدد، بس ان شاء الله قريب هيبقى في انتاج ولسه الاسعار هتزيد، علشان بس تكونوا عارفين مفيش حاجة هترخص، الحاجة هتزيد. تمام. عشان بس نكون كده ايه متفقين، عشان كده بقول ان الواحد يعمل اكتفاء ذاتي لنفسه من قلب البيت لو عنده مساحة، حتى لو بلكونة يقدر يربي فيها حتى 10 فرخات بيض، بس برضو ده مش ده موضوعنا. تمام. فانا هجيبها لكم بقى بالترتيب كده من الرومي اللي عندي. الفرخه دي باضت على 6 شهور. حلو. الفرخه اللي هناك ديت باضت على 7 شهور. تمام. الفرخه اللي هي اللي راقده بتبيض ده هي باضت على 7 شهور برضو، بس ما شاء الله مستمره في البيض. الفرخه دي بقى باضت على 9 شهور الحمراء دي. فحكايه البيض او امتى فرخه الرومي تبيض او الكلام ده كله دي مش بتاعتنا احنا، وعلى حسب الفرخه نفسها. تمام. برضو عشان في حد برضو كان سالني فرخة الرومي هتبيض كام بيضة، عدد البيض بالذات ده بيكون رزق محدش يسأل فيه خالص، لأن كل واحد بيبقى مكتوب له رزقه في حكاية عدد البيض ده. كل ما العدد يزيد ممكن يبقى، أنا كان عندي كمية بيض كبيرة وما كانش عندي أي حاجة رقد وخسرت فيها كتير. فبرضه علشان تكونوا عارفين أنا بفهمكم حاجة، إن عدد البيض ده بيكون رزق خلاص. بس تربية الرومي كمشروع مربح جدا فوق ما تتخيلوا. ايام ما كان عندي غية الرومي الكبيرة لو تفتكروها، الرومي التركي والتايجر والحاجات دي كلها، وكان عندي الابيض الامريكان، كان عندي ما شاء الله كمية رومي محترمة وسلالة يعتبر ما كانش في زيها. بس طبعا الحمد لله على كل حال، هي راحت في الشوطة بس خير. فحاليا اللي عندي هو البط التركي، وعند الرومي التركي، وعند البط الخليط، وعند الرومي البرونزي، وده كله ده كله ان شاء الله انا مربي منه اكتفاء ذاتي لبيتي، ومربي منه برضو كمشروع. فان شاء الله اول ما يبقى في انتاج هعرفكم الدنيا هتبقى عاملة ازاي والاسعار هتبقى ايه. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. ياريت لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي ما تنسوا تحطوا لايك على الفيديو والاشتراك في القناة، واشوفكم فيديو جديد على خير.